الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم شرح عمدة الأحكام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم ما بعد، لقد انتهينا في الدروس الماضية ولله الحمد والمنة من كتاب الصلاة بكل متعلقاته، وختمنا باب صلاة الخوف، الكلام على باب صلاة الخوف ولله الحمد. نبدأ اليوم في كتاب جديد من الكتب الفقهية المهمة، وهو كتاب الجنائز. نعم يا شيخ فهد، نأخذ فيه حديثين إن شاء الله. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين ولوالديه ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعة. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الكلام على هذين الحديثين مع الترجمة في جمل من المسائل. المسألة الأولى قوله كتاب الجنائز. الجنائز جمع مفرده جنازة، وفيها لغتان بالكسر والفتح، فيصح أن تقول جنازة وأن تقول جنازة. ومن أهل العلم من ضبط ذلك بضابط، وقال: إذا قلت جنازة بالكسر فإنك تعني السرير الذي تحت الميت، لأنه سفلي فيستحق العلامة السفلية. وإذا قلت جنازة بالفتح فإنك تقصد من سجي على هذا السرير، يعني تقصد الميت نفسه، لأنه فوق فأعطي الحركة الفوقية. هكذا قال بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى. وأما السرير إذا لم يكن عليه ميت فلا يقال له لا نعش ولا جنازة، وإنما يقال له سرير، ولقد كان من حق هذا الباب أيها الفضلاء أن يدخله الفقهاء رحمهم الله تعالى في ثنايا أبواب الوصايا والفرائض، لأنه متعلق بالموت. ولكن لما كان أغلب مقصوده الصلاة على الميت أعقبوه بكتاب الصلاة، فإذا قيل لك: ما الحكمة من جعل هذا الباب عقيب أبواب الصلاة مباشرة؟ تقول: الجواب لأن المقصود الأعظم من الجنازة هو إيش يا جماعة؟ هو الصلاة عليه، فأهم ما يفعل بالميت الصلاة. ومن المسائل أيضا هذه الأحاديث فيها دليل على مشروعية صلاة الجنازة. وعندنا في كتاب الجنائز قاعدة عظيمة تقول: كل ما يتعلق بالميت فيعتبر فرض كفاية. ونقصد بقولنا ما يتعلق بالميت أي الصلاة والحمل وحفر القبر والتغسيل والتكفين، كل ذلك يعتبر فرض كفاية. فإن قلت: وماذا تقصد بقولك فرض كفاية؟ أقول: إذا قام به من يكفي من المسلمين سقط الإثم عن الباقين. فإذا صلاة الجنازة تعتبر من فروض ماذا؟ من فروض الكفايات. فيجب على المسلمين إذا مات أحد إخوانهم في بين ظهرانيهم أن يصلوا عليه، ومن مسائل هذه الأحاديث أن فيها دليلا على جواز النعي. وعندنا حديثان في ظاهرهما شيء من التعارض،
الحديث الأول حديث الباب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية، فهذا دليل على جواز النعي. بينما عندنا حديث آخر حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النعي. فكيف نجمع بين الحديث الذي يدل على جواز النعي وبين الحديث الدال على المنع منه؟ الجواب اختلفت أنظار أهل العلم رحمهم الله تعالى في وجه الجمع، وأصح الأقوال في رفع الإشكال هو أن النعي ينقسم إلى قسمين: نعي إخبار ونعي تسخط وندب. نعي إخبار ونعي تسخط وندب. أما نعي الإخبار فلا بأس به، كأن يتناقل الناس فيما بينهم رسائل الإخبار بأن فلانا قد توفي وتحديد مكان الصلاة عليه، هذا من النعي ولا بأس به. وإذا اتصلت على أحد أو أخبرت أهل المسجد بأن فلانا قد توفي وسيصلى عليه في المكان الفلاني، هذا نوع نعي لكنه نعي إخبار لا بأس به. وهذا هو الثابت في حديث أبي هريرة هنا في نعي النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فإنه نعي إخبار. وأما النعي المنهي عنه فهو نعي النياحة والندب والتسخط، وهو النعي الذي يكون معه رفع صوت بالبكاء والنياحة أو تعداد مآثر الميت، كأن يقول واجب لا وعضدا لقد توفي من ينفق علينا، لقد توفي أبونا بصوت مرتفع، فهذا ينعى ولكنه نعي مصحوب بماذا؟ بالتسخط والندب والنياحة. وهذا هو الوجه في الجمع بين هذه الأحاديث، وبه تعلم أنه لا تعارض بينها ولله الحمد والمنة. ومن مسائل هذا الباب أيضا، إن قيل لك هل النجاشي من الصحابة أم لا؟ الجواب: لقد ضبط العلماء الصحابي بثلاثة ضوابط، من توفرت فيه هذه الضوابط فهو صحابي، ومن اختل فيه ضابط من الضوابط فلا يعتبر من الصحابة. الضابط الأول أن يكون ممن لقي النبي صلى الله عليه وسلم. الضابط الثاني أن يكون حال اللقاء مؤمناً به. الضابط الثالث أن يموت على الإيمان. فلنطبق هذه الضوابط على النجاشي رضي الله عنه ورحمه الله. هل آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم. هل مات على الإيمان؟ الجواب نعم. لكن هل لقي النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. فإذا اختل في النجاشي رحمه الله ورضي عنه شرط من شروط الصحبة، وهو لقي النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك فيخرج أصحمة النجاشي رحمه الله ورضي عنه عن كونه صحابيا، ولذلك أطلق العلماء عليه لفظ المخضرم، والمخضرم رتبة بين الصحابي والتابعي، فلا هو صحابي ولا هو تابعي ولكنه مخضرم، ولكنه مخضرم أي فيه شائبة الصحبة وفيه شائبة التابعين، فهو مخضرم رحمك الله. ومن مسائل هذا الباب أيضا أن فيها دليل على جواز الصلاة على الغائب، على جواز الصلاة على الغائب، وهو مذهب الإمام أحمد والشافعي وغيرهم من أهل العلم رحمهم الله. ولكن خالف في ذلك إمامان جليلان، الإمام أبو حنيفة والإمام مالك رحم الله الجميع رحمة واسعة. فأما الإمام مالك فإنه اعتذر عن العمل بهذا الحديث بعدة اعتذارات. الاعتذار الأول أن الصلاة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي من جملة خصوصياته
لا تشركه معه أمته، فهو يعتقد أنها من جملة الأحكام. الأحكام إيش؟ الأحكام الخاصة. وهذا اعتراض غير مقبول، لأن المتقرر عند العلماء أن الخصائص لا يجوز دعواها إلا بدليل، ولا دليل هنا يدل على تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة على الغائب، ولأن المتقرر أن الأصل في التشريع العموم، فمن قصره على فرد من أفراد الأمة فهو مطالب بالدليل الدال على هذا القصر والتخصيص، ولأن الأصل المتقرر أن كل حكم ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يثبت في حق أمته تبعا إلا بدليل ماذا؟ إلا بدليل الاختصاص. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صف بهم وصلى، فصلوا خلفه على الغائب، فلو كان من جملة خصائصه صلى الله عليه وسلم لم فرد هو بالصلاة ولم يقرهم على الصلاة خلفه. انتبهوا يا إخوان، وكل صلاة صح أن تكون فيها مأموما فيصح أن تكون فيها إماما إلا بدليل، حتى نخرج المرأة فإنها يصح كونها مأمومة خلف الرجال ولكن لا يصح أن تكون إمامة لهم، هذا هو المستثنى فقط. فإذا كل صلاة صح أن تكون فيها مأموما فيصح أن تكون فيها إماما، فبما أن إمامتهم فبما أن صلاتهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على هذا الغائب صحيحة فيصح أن يكونوا فيها أئمة. فإذا ليس الحكم مقصورا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام مالك رحمه الله اعتراضا آخر، قال: إن الصلاة على الغائب ليس عليه عمل أهل المدينة. وأنتم تعرفون أن من أصول الإمام مالك رحمه الله عدم الاحتجاج بخبر الواحد إذا عارض عمل أهل المدينة وإجماعهم، وهذا كلام ليس بصحيح، لأن المتقرر عند العلماء أن الحديث حجة بذاته بغض النظر عمن وافقه أو خالفه، فإنه متى ما صح النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالواجب العمل به واعتماده، وإن خالفه أهل مكة أو أهل المدينة أو أهل الشام أو خراسان أو أهل العراقين، كل ذلك لا يؤثر في الاحتجاج بالحديث. فإذا إنما يعتذر عن عمل أهل المدينة لا يعتذر عن العمل بالحديث، ولا يجوز لنا أن نرد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمثل هذا الكلام الذي لا أصل له، ولأن عمل أهل المدينة المخالف للسنة ليس بحجة، بل وإن الصحيح من أقوال أهل العلم من الأصول والفقهاء أن إجماع أهل المدينة إذا بني على خلاف النص فليس بحجة وليس بملزم مطلقا، وهذا من الأصول التي ينبغي للمالكية أن يعدلوها في مذهبهم، لأن العمل بهذا الأصل ابتنى عليه رد كثيرا من الأحاديث. والمتقرر عندنا أن أي أصل وأي قاعدة أو ضابط بني على خلاف السنة فهو باطل، ولعمر الله لهدم ألف أصل أحب إلى قلوبنا وأيسر من هدم جزء من عشر معشار شيء من الأحاديث الصحيحة. لا يجوز أن نبطل كلام رسول الله إذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم إذا ثبت عنه بمجرد كونه مخالفا لعمل أهل المدينة أو كونه مخالفا لماذا؟ للقاعدة. ثم من يقول لك أنه مخالف لعمل أهل المدينة؟ أوليس سيد أهل المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك صلى على الغائب؟ أوليس أسياد المدينة هم صحابته وقد صلوا خلفه على هذا الغائب؟
النجاشي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال لنا الإمام مالك وجمع من أهل العلم ممن رفض العمل بهذا الحديث، قالوا عندنا اعتراض ثالث. قلنا وما هو؟ قالوا إن الصلاة على الغائب من خصوصيات النجاشي، فلا يصلى على غائب غيره. لو سألنا سائل وقال ما الفرق بين الاعتراض الأول والاعتراض الثالث؟ الجواب: أصحاب الاعتراض الأول جعلوه خاصاً بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأجبنا عن ذلك. وأما أصحاب القول الثالث، أقصد الاعتراض الثالث، قالوا ماذا؟ خاصة بالنجاشي. وهل هذا مقبول؟ الجواب لا، لأن الأصل المتقرر أن الشرع مبني على ماذا؟ على التعميم. ولأن المتقرر أن كل حكم ثبت في حق واحد من الأمة فإنه يثبت في حق الأمة تبعا، إلا بدليل الاختصاص. إذن بما أن الصلاة على النجاشي جازت لكونه غائبا، فيجوز الصلاة على المسلم إذا كان غائبا بالعلة التي سأذكرها في المسألة القادمة إن شاء الله. قالوا لئن فررت من الاعتراضات السابقة فلن تستطيع الفرار من هذا الاعتراض، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على النجاشي لأنه غائب، وإنما الله رفع قبراً رفع نعش النجاشي وجنازته حتى رآها النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليها في حال لم يكن الصحابة قادرين على رؤية شيء من ذلك. فإذا هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة غائبة عند هؤلاء؟ الجواب لا، وإنما النجاشي كان حاضرا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، أي جثته كانت حاضرة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه في حال كونه يراه. فنقول هذا اعتراض مقبول فيما لو كان عليه دليل، لأنه اعتراض مبني على أمر غيبي، والاعتراضات المبنية على الأمور الغيبية موقوفة على المجيء بالدليل المثبت لهذا الأمر الغيبي. فلو جاءونا به صحيحا صريحا لجعلناه على العين والرأس، فنجعله من جملة خصوصيات النجاشي، ولكنهم قالوه هكذا كلاما من غير استناد إلى برهان يثبته ولا دليل يصححه. فبناء على ذلك هل يكون اعتراضا مقبولا أو مرفوضا؟ يكون اعتراضا مرفوضا. فإذا جميع هذه الاعتراضات المذكورة لا يقبل منها شيء، ولا عذر لأحد أن يترك الحديث من أجلها، ولا يجوز لأحد أن يترك الحديث من أجله. عندنا اعتراض آخر، قالوا أطلت عليكم أنا في الاعتراض لكنها واضحة والأجوبة عليها واضحة، أنا بسألكم عنها كلها، فأعدوا للسؤال جوابا. قالوا إن الصلاة على النجاشي منسوخة أصلا، إن الصلاة على النجاشي منسوخة. قلنا وما دليل النسخ؟ قالوا كثرة من مات من المسلمين في الجنود مع الكفار، في الجيوش الغائبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكثرة من مات في التجارة، وكثرة من مات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهم غائبون عنه، ومع ذلك لا يعرف أنه صلى على أحد مات غائبا إلا على النجاشي، وقد مات بعده الجم الكثير ولم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على أحد منهم، مما يدل على أن هذا كان جائزا في أول الإسلام ثم نسخ. هل هذا اعتراض مقبول؟ الجواب
لا، ليس بمقبول. فإن قلت ولماذا لا تقبله؟ أقول لأن المتقرر عند العلماء أن إعمال الدليل أولى من إهماله، أن إعمال الدليل أولى من إهماله. ونحن يمكن أن نعمل حديث النجاشي، الصلاة على النجاشي، أو لا يمكن؟ جواب يمكن. فإذا كان إعماله ممكنا فلا يجوز لنا إيش؟ أن نعطل العمل به، هذا أولا. وهناك جواب آخر، وهو أن الأصل المتقرر فيما كان ثابتا هو ثبوته واستمرار ثبوته، فلا يجوز لنا أن نلغي ثبوته إلا بدليل يرفع ثبوته. وهذا الدليل لا بد أن يكون مقطوعا به ومجزوما به أو مغلوبا على الظن ثبوته. ومجرد ترك النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة على بعض المسلمين في حال الذين ماتوا في الغياب، في حال غيابهم عنه، لا يعتبر دليلا قاطعا في أن صلاته على النجاشي كانت منسوخة، لأنه أمر محتمل للنسخ ولغيره، وصلاته على النجاشي أمر مقطوع به ثابت، فلا يجوز لنا أن نترك الأمر الثابت بقطع من أجل أمر محتمل متردد مشكوك فيه، لأن المتقرر عند العلماء أن اليقين لا يزول بالشك، لأن المتقرر عند العلماء أن اليقين لا يزول بالشك، ولأن المتقرر عند العلماء عدم جواز القول بالنسخ بمجرد الاحتمالات، كما عليه مذهب الأئمة الحنفية رحمهم الله، فإن كثيرا من الحنفية ما إن يظهر شيء من التعارض بين الدليلين إلا ويقولون بنسخ أحدهما، وهذا نسخ بمجرد الاحتمال، والجمهور على نفي النسخ لمجرد الاحتمال، لأن النسخ يتضمن إبطال أحد الدليلين وقد ثبت بيقين، فلا يرفع بالقول بالنسخ إلا بيقين، فمجرد الاحتمالات لا يصلح أن تكون مستندا للقول بالنسخ. فإذا لا مناص ولا محيص عن العمل بهذا الحديث، فالقول الحق في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الإمام أحمد والشافعي وأكثر أهل العلم على أن الصلاة على النجاشي من التشريع العام، ولا يزال يطلب من الأمة أن تصلي على المسلم إذا مات غائبا، ولكن لا بد من تقييد هذا بأمر مهم يعرف بالمسألة التي بعدها، المسألة التي بعدها ولا أدري عن رقمها، رقم المسائل يا جماعة كم مرة أقول لكم، هل يصلى على كل غائب أم ماذا؟ الجواب: هناك صورة لا نعلمها واردة عن السلف رحمهم الله تعالى، ولا تدخل معنا في ولا يجوز أن يستدل عليها بهذا الحديث، وهي صورة ماذا؟ أنه ليس من السنة ولا من الشرع أن يصلي الإنسان كل يوم صلاة الجنازة على من مات على وجه الكرة الأرضية من المسلمين في هذا اليوم، هذا لا يعرف عن السلف رحمهم الله تعالى فعله، بل لا يعرف عنهم إلا إنكاره، كما ذكر ذلك أبو العباس بن تيمية رحمه الله وتلميذه العلامة الإمام ابن القيم. هذه الصورة لا نقاش لنا فيها مطلقا، لأنها من البدع المحدثة المنكرة التي تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن بقينا في بيان الحكمة أو العلة التي من أجلها صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، فإننا إذا عرفنا العلة من صلاته عليه
استطعنا أن ندخل مع النجاشي غيره ممن اتفق معه في العلة، فما العلة يا ترى؟ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في بيان العلة التي من أجلها صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي. فقال بعضهم إن النجاشي كان ملك الحبشة، والحبشة دار إسلام ولا دار كفر؟ دار كفر، يحكم فيها بغير ما أنزل الله، هي دار نصارى. فإذا مات في دار لم يصلي عليه فيه أحد، لأنه لا يعلم أحد من قومه بإسلامه، إذ لو علموه أسلم لعزلوا، وبقاؤه فيه منفعة ومصلحة لمن؟ للمسلمين اللي هربوا من العذاب وهربوا من جحيم كفار قريش، فبقاؤه في سدة الحكم فيه مصلحة حتى وإن كان يحكم بغير ما أنزل الله، لكن بقاؤه في مصلحة شرعية. وهذه مسألة ذكرتها في كتاب السياسة الشرعية، إن الإنسان ربما يجلس في سدة الحكم ويحكم بغير ما أنزل الله مع وجود الكراهية القلبية لهذا الحكم، لكن لأن المصلحة تقتضي إيش؟ بقاءه، إذ لو ذهب هو لجاء من هو أشد منه فسادا وأعظم منه تسلطا على المسلمين. وهذه لها بحث تجدونه في كتاب السياسة الشرعية. والشاهد من هذا أن النجاشي رحمه الله مات في مكان لم يصلي عليه أحد، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا بد أن يصلي عليه أحد، فلما تعذر الأصل وهو صلاة المسلمين عليه في مكانه انتقل إلى البدل وهو صلاة إخوانه عليه ولو في موقع آخر. فإذا العلة عند هذا البعض من أهل العلم في موت في الصلاة على النجاشي هي أنه مات في بلاد لم يصلي عليه أحد من المسلمين. فينبني على هذا أن من مات من المسلمين في بلاد لم يصلي عليه فيها إخوانه من المسلمين فإنه يشرع لبعض للمسلمين في بلادهم أن يصلوا عليه صلاة الغائب، أن يصلوا عليه صلاة الغائب. واختار هذه العلة أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، بينما بعض أهل العلم جنح إلى تعليل آخر. أنتم يا إخوان فاهمين ولا ما فهمتوا؟ واضح؟ بينما جنح بعض أهل العلم إلى تعليل آخر، قالوا ماذا؟ قالوا إن النجاشي رحمه الله له أثر في الإسلام يشكر، ويد يثنى عليه بها، فإن المسلمين انتفعوا بحكمه وملكه انتفاعا عظيما، فهو ملك صالح. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد مات اليوم رجل صالح. فهو من جملة ملوك المسلمين الصالحين، من جملة الملوك الصالحين. فلأن له أياد تشكر في الإسلام، وله أثر عظيم يثنى عليه به، وصار محمدة له بعد موته، صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفاء وشكرا لهذه اليد التي انتفع بها المسلمون انتفاعا عظيما. فإذا هذا المذهب أوسع من الأول، أليس كذلك؟ أقصد هذه العلة أوسع من الأولى. فينبني على هذا التعليل الثاني أن كل من مات من المسلمين في مشارق الأرض أو مغاربها وكان له أثر في الإسلام وأياد مشكورة في الإسلام، إما بملك صالح
انتفع به عموم المسلمين، أو بعلم صالح انتفع به عموم المسلمين، فإنه لا بأس أن يصلي عليه إخوانه المسلمين في البلاد الأخرى، حتى وإن مات في بلد قد صلى عليه من شهد جنازته. الآن أي العلتين أرجح؟ الجواب: لو نظرت إلى تلك العلتين لوجدت أنهما صادقتان على النجاشي، فهو مات في بلد لم يصلي عليه فيها أحد، وهو من ملوك المسلمين الصالحين، انتفع عموم المسلمين انتفعوا بملكه، فصار فرجا لكربتهم العظيمة التي قد طردهم بسببها كافة قبائل العرب ولم يستقبلوهم، فهو فتح لهم أبواب دولته وحرم على أفراد دولته أن يؤذوهم أو يتعرضوا لهم، فقال: أنتم سيوم بأرضي. سيوم باللغة الحبش يعني آمنون بأرضي. فلو نظرنا إلى العلتين لوجدناهما صادقتين على النجاش، وبناء على ذلك فالراجح عندي أن يعلل الحكم بكلا العلتين، لأن المتقرر عند العلماء أن الحكم إذا علل بعلتين لا تنافي بينهما حمل عليهما، وليس هناك دليل يدل على أن علل الأحكام لا بد أن تكون واحدة في كل حكم، فربما يعلل الحكم الواحد بعلتين، بل وربما يعلل بماذا؟ بثلاث علل، بثلاث علل، كالذي أولج ذكره في فرج امرأته فأنزل، فيجب عليه ماذا؟ الغسل. بكم علة؟ بعلة واحدة؟ بعلتين، علة الإيلاج وعلة الإنزال، لا بأس بذلك. المهم أن تكون تلك العلل المتعددة الداخلة تحت هذا الحكم لا تكون متضاربة أو متصادمة أو متعارضة، أما إذا كانت متفقة تسير في مسير واحد ولها ما يشهد لها فإنه لا بأس بها، فإنه لا بأس بها، لها ما يشهد لها فإنه لا بأس بها. ما الذي يشهد للعلة الأولى؟ يشهد لها الواقع، أن واقع النجاشي أنه مات في بلاد لم يصل عليه فيها. طيب، وما الذي يشهد للعلة الأخرى؟ قال: قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه توفي الليلة رجل صالح، أي ملك من ملوك المسلمين الصالحين. وبناء على ذلك فمن مات من المسلمين في بلد لم يصلى عليه فيه فيشرع لإخوانه المسلمين أن يصلوا عليه، ومن مات وكان المسلمون قد انتفعوا به انتفاعا عاما بملك صالح أو علم أو عمل نافع وصالح فلا حرج أن يصلي المسلمون عليه صلاة الغائب. وقد أمر ولي هذه البلاد لما مات الشيخ عبد العزيز رحمه الله أن يصلي عليه في جميع مساجد المملكة، بل وصلي عليه في بلاد المسلمين جميعا وفي الأقليات المسلمة والجاليات في بلاد الكفر. ولذلك لا يستطيع أحد أن يحسب عدد المصلين على الشيخ عبد العزيز رحمه الله. وكذلك لما توفي الشيخ محمد رحمه الله، ولما توفي بعض ملوك المسلمين الصالحين أيضا أمر ولي الأمر بماذا؟ بالصلاة عليهم صلاة الغائب، فهذا لا حرج فيه ولا بأس، لكن لا بد أن يكون أثره ملكا أو علما، لا بد أن يكون عاما، وإلا فالإنسان قد ينتفع به طائفة قليلة ولا يشتهر أمره ولا ينتفع به عموم المسلمين. أنتم معي في هذا؟ فمتى ما توفرت إحدى العلتين في رجل مات غائبا عنا وصلينا عليه فإنه لا حرج علينا إن شاء الله، والله أعلم. ومن مسائل هذا الباب أيضا فيه دليل
على أن من السنة أن يجعل للجنائز مصلا خاصا خارج البلد، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فقد كان هناك مكان يسمى الجبانة، وهو المكان الذي يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم على الجنائز، وكان قريبا من مقبرة البقيع. فمن السنة أن يتخذ مصلى للجنائز يكون قريبا من المقابر. ومن مسائل هذا الباب أيضا، إن قال لنا قائل: وما حكم الصلاة على الجنازة في المسجد؟ فنقول إن هذا الحكم يحكم عليه بالأفضلية تارة وبالجواز تارة، أما الأفضلية فلا جرم أن يصلى على الجنازة خارج المسجد، كما كان هو حال أكثر أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر صلواته على الجنائز كانت خارج المسجد. ولكن إن صلي على بعض الجنائز في المسجد فإننا نقول لا حرج على الصلاة عليها في المسجد، في أصح قولي أهل العلم، فلا هو بمحرم ولا هو بمكروه، بل هو أمر جائز. فإن قلت: وما دليل جوازه؟ فأقول: ما في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء إلا في المسجد. ولذلك لما أمرت عائشة ببعض الجنائز أن تمر عليها لتصلي عليها في المسجد أنكر عليها بعض الصحابة، قالوا: كيف تصلين في المسجد على الجنازة؟ فقالت: سبحان الله، ما أسرع ما ينسى الناس، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء سهل وسهيل إلا في المسجد. فإذا الصلاة عليها في المسجد جائزة من غير كراهة، ولكن الأفضل والأولى والأكمل والأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الصلاة عليها خارج المسجد. ومن مسائلها أيضا أن في هذه الأحاديث دليلا على أن التكبير على الجنائز 4 تكبيرات، في قوله: وكبر عليه 4، وفي حديث ابن عباس الآتي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه 4. فإن قلت: وهل صح غير 4؟ فنقول: أما فيما دونها فلم يصح، وأما فيما فوقها فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنهم كبروا على جنازة 3 أو تكبيرتين أو اقتصروا على تكبيرة واحدة. فأقل التكبيرات الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام أنهم كانوا يكبرون على الجنائز 4، يكبرون على الجنائز 4، وقد صح التكبير 5. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا 4، وإنه كبر على جنازة 5، فسألته فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبرها. وصح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كبر على جنازة 6 تكبيرات، وهذا أمر لا يقال بالرأي فله حكم الرفع، ويروى مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في سنده شيء من الضعف. فقد روى عبد الرزاق في مصنفه، فقد روى سعيد بن منصور في سنن من حديث علي رضي الله عنه أنه كبر على جنازة سهل بن حنيف 6، وقال: إنه بدري
أي زاد عليه في التكبيرات لشرفه وفضله. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر 7 و8 و9، وقد صحح هذه الأوجه جميعها الإمام الألباني رحمه الله في كتابه العظيم البديع الذي لا بد أن تنطوي عليه مكتبة طالب العلم، وهو أحكام الجنائز وبدعها، فقد صحح هذه الأوجه. فإذا نقول قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم التكبيرات 4 و5 و6 و7 و8 و9، كلها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن بعض الصحابة، ومثلها لا يقال بالرأي فلها حكم الرفع. فإن قلت وأي هذه الأوجه نعمل به، فأقول لا داعي للترجيح، لأن القاعدة المتقررة عندنا أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة. فإن شئت على بعض الجنائز فكبر 4، وإن شئت على بعضها ف5، وإن شئت على بعضها ف6، وهكذا. مسألة. فإن قلت إذا كنا سنزيد على 4 فنكبر 5 أو 6، فما السنة أن نقوله في التكبيرات الزوائد؟ فأقول السنة فيها قسم الدعاء أو إعادته، فإما أن تدعو قليلا بعد التكبيرة الثالثة ثم تكمل ما تبقى من الدعاء قليلا بعد التكبيرة الخامسة، ثم تكمل الدعاء الوارد بعد التكبيرة السادسة. فإن قلت اضرب لنا مثالا، فأقول مثاله بعد التكبيرة الثالثة تقول مثلا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، الله أكبر، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم اغفر له وارحمه، الله أكبر، وعافه واعف عنه، وهكذا. فتستوفي الدعاء الوارد في ثنايا هذه التكبيرات حتى تنتهي، ويكون التكبير الأخير لا ذكر بعده، وإن شئت أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعده لتفتتح الصلاة الدعاء بالصلاة وتختمه بالصلاة فلا حرج. وإن شئت أن تكرر الدعاء فلا بأس، فتكبر 3 وتقول الدعاء كله، ثم تكبر 4 فتعيد الدعاء، لأن المقصود الأعظم من صلاة على الجنائز هو الدعاء للميت، فتكراره والإلحاح على الله عز وجل به لا حرج فيه، لا حرج فيه، هذا ينتفع به الميت انتفاعا عظيما. مسألة. فإن قلت وهل من السنة رفع اليدين مع هذه التكبيرات الـ4؟ الجواب أما مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم فلا نعلمه يصح إلا في التكبيرة الأولى خاصة، فالسنة في التكبيرة الأولى من تكبيرات الجنائز أن ترفع فيها يديك، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه. فالمنقول في رفع اليدين في صلاة الجنازة إنما هو في التكبيرة الأولى، فإذا الرفع التكبيرة الأولى مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن العلماء اختلفوا في رفع اليدين في التكبيرات الباقية 3 على قولين، والقول الأقرب عندي أن السنة رفع اليدين فيهما، أن السنة رفع اليدين فيهما. فإن قلت وما برهانك؟ فأقول البرهان على ذلك ما صح من حديث ابن عمر موقوفا عليه من فعله، فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات
صلاة الجنازة. فإن قلت هذا مذهب صحابي فأقول يجاب عنك بجوابين. الجواب الأول، انتبه، أننا لا نسلم بأن ابن عمر فعله على أنه مذهب له، بل فعله لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. فإن هذه الصفة في هذه العبادة لا يمكن أن يجتهد فيها الصحابي فيثبت فيها ما مذهبه، وإنما هي فعل شيء لا مجال للرأي ولا للاجتهاد فيه، فيكون له حكم الرفع. فإذا ابن عمر رفع يديه لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه، فنقل لنا السنة التي رآها بفعله لا بقوله. هذا الجواب الأول عن هذا الاعتراض. الجواب الثاني، سلمنا جدلا أنهم لم يقبلوا قولنا إن له حكم الرفع، فلا أقل من أن يكون مذهب صحابي لم يخالف سنة ولا يعرف عن أحد من الصحابة خلافا له. وقد تقرر في قواعد الأصول أن مذهب الصحابي حجة إذا لم يعارض خبرا مرفوعا ولم يخالفه صحابي آخر، ولا نعلم عن أحد من الصحابة أنه خالف ابن عمر في هذه الجزئية. فإذا قوله في الحديث وكبر عليه أربعا يعني ورفع يديه كذلك، فالسنة رفع اليدين في هذه التكبيرات. ومن مسائل هذا الحديث، لو قال لنا قائل وما حكم الطهارة لصلاة الجنازة، وما حكم الطهارة لصلاة الجنازة، فنقول الجواب: اختلف أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة، والقول الصحيح أنها شرط، فالطهارة شرط. فإن كان قادرا على الطهارة المائية وجب عليه التطهر بالماء، فإن عدم الطهارة المائية وجب عليه بدلها وهو الطهارة الترابية. فإن قلت وما دليل اشتراط الطهارة هنا، فنقول لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وحديث ابن عمر في صحيح مسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. فإن قلت وما وجه الاستدلال بهذين الحديثين، فنقول وجه الاستدلال به كما يلي: إن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل هذا نفي، وقوله صلاة نكرة، فهي نكرة في سياق النفي. والمتقرر عند العلماء أن النكرة في سياق النفي تعم، فيدخل في ذلك كل فعل يصدق عليه أنه صلاة، فلا يقبل الله أي صلاة إلا بطهارة. والأصل هو البقاء على العموم حتى يرد المخصص. فالذين قالوا تصح صلاة الجنازة بلا طهارة مطالبون بماذا؟ مطالبون بالدليل الدال على هذا التخصيص والإخراج، لأننا لا نقبل تخصيص العموم إلا بدليل. مسألة. فإن قلت وما حكم وماذا يقرأ في التكبيرة الأولى منها، فالجواب نقول: يقرأ فيها سورة الفاتحة. فإن قلت وما حكم قراءة سورة الفاتحة في صلاة الجنازة، إخواننا أحاول أطلع المسائل بسؤال وجواب عشان تصير إيش مفهومة وسهلة، ولو ودي أسرد المسائل سردا. الجواب: اختلف العلماء في حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، والقول الصحيح أنها ركن، لا تصح صلاة الجنازة إلا بها. فإن قلت وما دليلك، فأقول دليلي الأثر والنظر،
أما من الأثر ففي الصحيحين من حديث عبادة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فإن قلت: وما وجه الاستدلال به؟ فأقول: إن قوله لا هذا نفي، وقوله صلاة هذه نكرة، فهي نكرة في سياق النفي. من يكمل؟ والمتقرر عند العلماء أن النكرة في سياق النفي تعم، فيدخل في ذلك كل ما يسمى صلاة، وصلاة الجنازة تسمى صلاة لغة وعرفا وشرعا، لغة وعرفا وشرعا. فحيث كان يطلق عليها صلاة فيجب فيها قراءة الفاتحة، إذ لا صلاة للجنازة تصح إلا بقراءة الفاتحة. ويؤيد هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ففي صحيح الإمام البخاري من حديث طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب وقال: لتعلموا أنها سنة. الله، هناك إنسان سيحجنا ويقول: كيف تقول إنها فرض واجب وابن عباس يقول لتعلموا أنها سنة؟ الجواب: اعلم أن السنة لها إطلاقان، إطلاق لغوي وهو الإطلاق العام، وإطلاق عرفي اصطلاحي وهو الإطلاق الخاص. فالسنة إذا أطلقها الأوائل فإنما يقصدون بها الطريقة التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها ورغب فيها وأمر بها، فيدخل في ذلك الواجب والمندوب، إذ كلاهما سنة بمعنى طريقة، فالسنة في اللغة هي الطريقة. وأما السنة بالمعنى الأصولي فهي اصطلاح حادث في قولهم: إن السنة هي ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. هذا اصطلاح حادث، ولا يجوز حمل ألفاظ السلف الأوائل على الاصطلاحات الحادثة. فقوله رضي الله عنه: لتعلموا أنها سنة، أي أنها طريقة نبيكم صلى الله عليه وسلم في صلاته على الجنائز. فهل يقصد السنة اللغوية العامة أم يقصد السنة العرفية الخاصة؟ أجيبوا يا إخوان، يقصد العامة، فلا حق لأحد أن يقول إن قراءة الفاتحة السنة بالمعنى الاصطلاحي العرفي الأصولي المتأخر، لأن ابن عباس يقول سنة، فإن السنة التي يقصدها ابن عباس رضي الله عنه إنما هي السنة العامة اللغوية والتي بمعنى الطريقة. فإن قلت: وهل من السنة فيها أن تستفتح بدعاء الاستفتاح؟ فأقول: لا أعلم دليلا يدل على أن من جملة ما تستفتح به صلاة الجنازة أدعية الاستفتاح، وليس هناك عموم يمكن أن ندرج هذا الفرع تحته. فإن قلت: وهل يستعاذ ويبسمل قبل قراءة الفاتحة؟ فأقول: نعم، لا بأس به، لعموم قول الله عز وجل: فإذا قرأت، أجيبوا يا أخوان، القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فيدخل في ذلك العموم والإطلاق صلاة الجنازة. فإذا قرأنا القرآن في صلاة الجنازة فالمندوب لنا أن نبدأ هذه القراءة بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. وأما البسملة فلحديث أبي هريرة: إذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم. ويروى موقوفا على النبي، والصحيح أنه موقوف على أبي هريرة.
فإن قلت: وهل من السنة قراءة سورة بعد الفاتحة؟ فأقول: لا بأس به أحياناً من قصار السور، لا بأس به أحياناً من قصار السور، كقل هو الله أحد، أو إنا أعطيناك الكوثر ونحوها، لا حرج في ذلك لوروده عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مسألة: لو سألنا سائل وقال: وماذا يقول في التكبيرة الثانية؟ الجواب: يصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، لا نعلم فيها خلافاً بين أهل العلم. فعامة العلماء ذهبوا إلى أن المشروع في التكبيرة الثانية أن يصلي الإنسان فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قلت: وكيف يصلي؟ فنقول: عندنا صفة أفضلية وصفة جواز. أما الأفضلية فأن يصلي على الصلاة الإبراهيمية المعروفة، وهي أن يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، إلى آخرها. وأما الجائزة فبأي صفة صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فهو جائز ولا حرج فيه، لا سيما وأن هذه الصلاة سيعقبها الدعاء. وفي حديث فضالة بن عبيد: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما أراد. وقال عمر: الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. فإن قلت فإن قلت: وما حكم الجهر بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة أحياناً؟ الجواب: لا بأس به من باب التعليم، لا بأس به إذا كان من باب التعليم، كما فعله ابن عباس رضي الله عنه، فإنه صلى مرة على الجنازة فجهر بالفاتحة وقال: لتعلموا أنها السنة، مع أن الإسرار هو السنة والأفضل، ولكن إذا اقترن بالمفضول ما يجعله فاضلاً فإنه ينقلب من كونه مفضولاً إلى كونه فاضلاً. والحكم على الفعل بأنه فاضل أو مفضول مرده اقتران المصلحة المعتبرة شرعاً من عدم اقترانها. فإذا اقترن بالجهر بالفاتحة في صلاة الجنازة المصلحة الشرعية المعتبرة، فيكون الجهر هو الأفضل. وإذا لم تقترن به المصلحة فالأصل أن الإسرار هو الأفضل لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مسألة: فإن قلت: وماذا يقول في التكبيرة الثالثة؟ فأقول: يبدأ فيها بالدعاء للميت. وبأي دعاء دعا لأخيه جاز، لأن الأصل في باب الأدعية الحل إلا فيما خالف الشرع، ولكن الأفضل والأكمل والسنة أن يوافق دعاؤه دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن قلت: أذكر لنا شيئا من أدعيته الواردة، فأقول: في صحيح الإمام مسلم من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس
وافسح له في قبره ونور له فيه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر والنار. وروى أبو داود في سننه بسند جيد صححه ابن حبان وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة قال في دعائه: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام ومن توفيته فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. وبأي دعاء دعا جاز، لما روى أبو داود في سننه وصححه ابن حبان من حديث أبي هريرة أيضا قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، فأخلصوا له الدعاء. فإن قلت: وما حكم الدعاء للميت في صلاة الجنازة؟ فنقول: هو ركنها الأعظم، هو ركنها المقصود بالذات، هو ركن من أركانها، هو ركن من أركانها. المسألة التي بعدها: فإن قلت: وكيف ندعو للميت إذا كان طفلا صغيرا لم يبلغ أو كان سقطا أو مات في المهد؟ الجواب: يدعى له ولوالديه. فبأي دعاء دعا له ولوالديه أجزأ ذلك. ويروى عن بعض السلف أنه كان يقول في دعائه، وتتناقلها كثير من كتب الفقهاء رحمهم الله: اللهم اجعله فرطا لوالديه وأجرا وذخرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما واجعله في كفالة إبراهيم وقه عذاب الجحيم. إذن يدعى له ولوالديه، يدعى له ولوالديه. ولكن متى يدعى له ولوالديه؟ الجواب: إذا أتينا بدعاء أبي هريرة: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا، إلى قولنا: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده، ثم نقول: اللهم اجعله فرطا لوالديه. واضح؟ كذا نص جمع من فقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى. مسألة جديدة: فإن قلت: وماذا يسن بعد الركعة الرابعة؟ فأقول: لا أعرف شيئا معينا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقال فيها، ولكن إن دعا أو ختم الدعاء بقوله: آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فهو ختام الأدعية، فلا حرج عليه. وإن صلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم فهو حسن أيضا، لما لافتتاح دعائه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وختم دعائه بالصلاة. وإن سكت قليلا ثم سلم فلا حرج عليه. فالأمر بعد التكبيرة الرابعة واسع، ولله الحمد والمنة. ومن المسائل أيضا: هل في صلاة الجنازة نداء؟ الجواب: ليس في صلاة الجنازة نداء بإجماع العلماء، فلا ينادى لها لا بأذان ولا إقامة فيها، ولا بقولنا الصلاة جامعة. فإن قلت: وما حكم قول الإمام قبل صلاة الجنازة الصلاة على الجنازة أو المتوفى رجل أو المتوفى امرأة؟
فأقول: أما تكرار قول الصلاة على الجنازة فلا أصل له من فعل السلف، حتى وإن كان يفعل في الحرمين فإن أفعال الناس يستدل لها لا بها. فلا نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبعث منادياً ينادي في الناس: صلوا على الجنازة، صلوا على الجنازة، أو الصلاة على الجنازة. فاستمرار هذا والمداومة عليه لا جرم أنها ممنوعة، تدخل هذا القول في حيز المحدثات المنكرة. وأيما عمل قام على غير ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم في الشرع فهو رد على صاحبه. وأما قول الإمام المتوفى رجل أو المتوفى امرأة فأنا أرى والله أعلم أنه لا حرج فيه، لأنه من باب التعريف لا من باب النداء، من باب التعريف ليكون دعاء المأمومين متناسبا مع الجنازة ذكورة وأنوثة انفرادا أو تعددا. وكلما كانت الضمائر في الدعاء متفقة مع الحقيقة والواقع كلما كان أفضل وأوقع لملامسة الحقيقة. فإن قلت: وما الحكم لو لم أعرف الميت ولم أعينه، أفتصح صلاتي عليه مطلقا من غير معرفة لعينه ولا لجنسه؟ الجواب: نعم، إذ يكفي المسلم أن يصلي على الجنازة التي بين يديه بغض النظر عن كونها ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا. فبمجرد نيتك الصلاة على من هو أمامك هذه نية كافية. لكن لو سألنا سائل وقال: ما الحكم لو عينت الصلاة على معين ثم تبين لي أنه ليس هو؟ لو ذهب مثلا إلى مسجد يصلى فيه على الجنائز على أن الميت زيد فصلى عليه على أنه زيد ثم تبين بأخرة أنه عمرو، فما حكم صلاته؟ الجواب: صحت صلاته، لأن التعيين ليس بفرض ولا بشرط. فإذا الخلل الذي وقع فيه لا يرجع على أصل النية ولا الصلاة بالإبطال، لأنه إخلال بأمر كمالي لا بشرط يتعلق بالصحة، لا بشرط يتعلق بالصحة. فإن قلت: ولعله آخرها في هذا الدرس، وإلا فالمسائل على هذه الحديث كثيرة، ما حكم إعلان الوفاة في المجلات والجرائد السيارة؟ هل يجوز الإعلان في الجرائد أن فلانا مات؟ الجواب: هذا ينقسم إلى قسمين: إعلان فخر وتباهي، وإعلان إخبار. فإن كان المقصود بالإعلان الإخبار حتى يعرف أحبابه وزملاؤه بموته، أو يعرف من عليه دين، من له دين على هذا الميت أنه قد توفي، ويكون هذا الإخبار في جزء من ملحق من هذه الجريدة ولا يصرف عليه مبالغ طائلة، فأنا لا أرى في ذلك بأسا ولا حرج فيه إذا كان هذا الإعلان من باب الإخبار فقط. وغالب هذه الإعلانات التي تكون من باب الإخبار لا يطلب فيها أثمان باهظة ولا يوضع عليها زخارف كثيرة. وأما الإعلان الذي هو مبني على المفاخرة والمباهات فإنه إعلان محرم، وهو من النعي المحرم، ولذلك قد ينفق على الإعلان 100,000 ريال، لأنه يحجز وجها من أوجه الصحيفة كاملة، وجها من أوجه الصحيفة كاملة. فإذا خرج عن كونه مجرد إخبار إلى كونه تباهيا وفخرا. وهذه مسائل من مسائل الآخرة، ومسائل الآخرة لا يمكن أبدا أن تطوع وتخضع للمباهات والمفاخرة، ولذلك لا يجوز تزويق المقابر. لماذا؟
لا يجوز تزويق المقابر وتزيينها بالأشجار ولا غيرها. لماذا؟ لأن تلك الزينة من أمور الدنيا، والمقابر تذكر الآخرة، فما كان من قبيل الآخرة لا يجوز أن يكون خاضعا لزينة الدنيا والمباهات به والمفاخرة فيه. فإذن إذا سألك يا حمد سائل وقال أو يجوز الإعلان في الجرائد عن الوفاة، فنقول إذا كان إعلان إخبار جائز، وأما إذا كان إعلان مباهات أو مفاخرة فإنه لا يجوز. ونكمل بقية المسائل الدرس القادم إن شاء الله. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية.